طبعا اليوم في تجربة سيارة كيا الجديدة، شيء مختلف انه يركزوا على الإعلام الاجتماعي في تجربة سيارات، يعطوها صفة النخبة في كيا. هذه السيارة الجديدة كيورس من كيا، تراهن عليها كيا على انها هي مفخرة صناعة كيا في السيارات الفاخرة. حقيقة أنا مندهش ومتفاجئ من مستوى التجهيزات اللي موجودة في السيارة من ناحية الفخامة، فخامة جدا عالية، وكثير من تقنيات العرض بالنسبة للسائق وأيضا الركاب مقصورة جدا جميلة جدا فاخمة، وأيضا التقنيات في الجي بي أس وغيره تقنيات جدا حديثة. أيضا الأمان والسلام اللي توفرها تقنيات السيارة شيء مميز. ما يتبقى هو قوة السيارة والفنيات التقنية فيها. اليوم إن شاء الله سنجربها مرة ثانية. شكرا. Thank you.